اضحك ماشي مكان. والله اضحك على نوعياتك اللي ايش؟ اضحك على نوعياتك اللي لو سمحت بالله قفل ابد. والله شوف اذا نزلت الحين ما هي بحلوه لك. ليش؟ افتح طيب افتح انزل. والله لو نزلت ما هي حلوه لك قفل الباب. انزل طيب انزل. قفل الباب. انزل طيب. انزل طيب انزل انا قلت لك ابغاك موضوع صح ولا لا؟ قفل قفل. انزل ابغاك موضوع. موضوع ايش تبي مني؟ اعرفك انا. قفل 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 الله يسعدك. نصيحة. تصور وجهك لما انا نازل لك انا الحين. نصيحة. نصيحة لو تصور وجهي ولا تصور موتري. ايش تبي؟ شفت موتري خلاص حرك من هنا اطلع من هنا. نصيحة لا تصور. اطلع من هنا. اطلع من هنا. اطلع من هنا. كلامي اطلع حرك من هنا لا اسوي شيء. لا اسوي شيء مو كويس. جيت كلام طيب. اطلع من هنا لا اسوي شيء. صح ولا لا؟ جيتني بطيب ولا ما جيتني بطيب؟ اطلع من هنا ترى قروشتني. بسرعة اقول لك. اطلع من هنا. كلامي واضح. اطلع من هنا. كلامي واضح صح ولا لا؟ جيتك بطيبة. لو تدق مرة ثانية على القزاز. لو تدق مرة ثانية على القزاز. نصيحة. ما هي بطيب لك. انا قلت لك انا قلت لك. قفل شيل يدك بس شيل. شيل يدك ايش؟ شيل يدك ايش اللي قصدك يدي؟ سوي تاخذ الجوال ايش اللي قصدك يدي؟ سوي تاخذ الجوال ادري عليك على اشكالك هذا قسم بيت الله يا شيخ لك انت توكل الكعبه لك اندم ولا ما اندم توكل على الله الكعبه لك توكل على الله توكل اطلع من هنا ايش تبي انت؟ انا كلامي واضح انا كلامي واضح اطلع من هنا روح من هنا نصيحه روح من هنا انت ايش بك تهدد يا نصيحه ايش بك تهدد نصيحه روح من هنا انت ايش بك تهدد ما هدد بس ابعد عني ابعد عني ادورك من زمان تدورني من زمان ولا تدورني من اليوم ابعد عني انا ادورك من زمان يا حبيبي ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني اكفني شرك انت ايش بك انا اقول اكفني شرك انا اقول اكفني شرك ايش مسوي لك انا ايش مسوي لك انا جاي يا حبيبي ابغاك موضوع ابغاك تسكر موضوع بعد البث لا خلص بث لا خلص بث لا خلص بث انا عشان تضرك عشان تغلق الباب مالك دخل افتح بث واسوي اللي ابي لا انت بالله قفل الباب قفل الباب سك الباب قفل الباب سك الباب قفل الباب سك الباب يا مسلم بس خمس دقائق ترى عن ام والله ماني مقفل واللي يبي يجي حياه ماني مقفل ولا اني مسوي شيء اذيتكم انا في شيء غلطت عليكم انا في شيء انا قلت لك لا تدق انا قلت لك لا تدق مو ذيكم انا في شيء عشان اتكلم بمحتوى 200 200 200 ومن ذا الكلام يجيني اشخاص زي هذه ترى ما ابالي له انا ما ابالي له انا لا غلطت على حق احد ولا قاعد ابث بسيارتي ولا غلطت على احد وتجيني ها شوف هذا شبي دقيقة أطلع من هنا أنا راعي الحرام لا أربيك لا يا شباب قفل بالله وقف